السلام عليكم، انا مالك حبوش من موقع يو اونلاين. يمكن تسالوا ايش يعني يو اونلاين. يو اونلاين هو عباره عن موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، واللي بيميزه عن غيره من السوشيال ميديا انه فيه دليل تجاري ومجله علميه وكمان ماركت. طبعا راح اكون معكم على قناه يو اونلاين من خلال برنامجنا اللي بيهتم بصناع المحتوى العربي، سواء كانوا يوتيوبرز او بلوجرز او حتى السوشيالجيه بشكل عام. من خلال لقائنا معهم راح نتعرف عليهم اكثر واكثر، راح نشوف كيف كانوا وكيف صاروا، وهل وصلوا للحلم اللي كانوا بيحلموا فيه او حققوا الهدف اللي كانوا حاطينه قبل ما يصيروا مشهورين في هالمجال. استنونا.